نروح نرجع بقى لملف صن داونز الماتش والمباراة الماتش القادمة. انا لو انا المدرب، لو انا بحط نفسي مكان فايلر والخبرات القديمه، يعني خبرات ماتشاتنا معاهم وكده وخبرات الكوره بشكل عام، شوف لا يعني لا يستحق النصر الا من يغامر، الا الشجاعه، يعني محتاجه شجاعه، محتاجه مغامره. اي نجاح في الحياه محتاج درجه نسبه مخاطره. صحيح. يعني اي رجل اعمال مثلا شغال او حد مستثمر او كلام من ده لابد من هامش مغامره، طبعا. والا لو هيحط الفلوس تحت صح. البلاطه فدي اسهل له يعني. انما اللي بيغامر دايما مش اسهل ولا له، هو يفوز بيخسر الا كل بالذات الا كل مغامر طبعا بالظبط يعني. كده. انا كان عاجبني في مانويل جوزيه، وانا كتبت عنه ده اكتر من مره من قبل ما يحقق، يعني من 6 2006 2007 وشفته في الملعب بيعمل ايه وشفته ازاي، فقلت ان هو ده لازم، يعني ده من اعظم المدربين لانه عنده روح مغامره. الروح دي بتنتقل بالعدوى للعيبه طبعا طبعا. فلما بيشوفوه مقاتل ومغامر وبيزعق وبتاع وكلام من ده بتنتقل للعيبه، وده ثبت علميا. حركات المدرب، البادي لانجوج بتاع الكوتش وهو واقف بره صح، وشايفينه عنده ثقه بنفسه. اللاعبون للمدرب كالابناء للاب. بالظبط كده، هما بيبصوا له بره بيشوفوه عامل ازاي. لو شاف يعني كان برضو كيفين كيجان في بريطانيا، كان زي كده مانويل جوزيه، يعني حامي وكده وبتاع وعنده روح، فالروح دي هي تتنقل مباشرة. فدي بتفرق كتير جدا، وممكن بتديله ميزه نسبيه، تدي فريقك طب اسمح ميزه لي نسبيه. المقاطعه لان دي ملاحظه مهمه جدا. المباراه اللي فاتت للمره الاولى بتشوفه بنشوف بيصرخ فايلر مره بيصرخ. الاولى بيصرخ. بالظبط. محتاج منك اجابه حول هذا الموضوع وملاحظه حول هذا مش الموضوع. بس انا نفسي لاحظتها، برافو عليك. طيب سريع عشان نروح بقى للوثيقه ونتكلم عليها بشكل انا في عايز الحته دي اكمل، تحديدا. انا عايز اكمل لك بس سيناريو. يا ريت. انت احنا يعني كنا بنتكلم على فايلر عشان نفكر برضو اتمنى الجماهير. انا يعني اتمنى يكون دماغه بيفكر بهذا الشكل. اه انت ليدنج، انت متقدم، فانت ضاغط. هما الفريق صن داونز مضغوط، هينزل تحت ضغط انه مغلوب هدفين، مطالب ان هو يكسب ثلاثه تمام وما يخش فيه اهداف. صحيح. فانت الفريق المضغوط مش الاهلي، وبالتالي لابد ان تستغل هذه الميزه. يعني كيف استغلها؟ ما لعبش مدافع او ما موتش الجيم خالص، لان ده هيحمسهم اكتر وخش. لا اكمل ال 35 دقيقة الأخرانية من الماتش اللي فات، أبقى نازل وفي العقلية وفي الذهنية إن أنا بكمل فألعب مهاجم. جاست إن أنا يعني وانس إن أنا هاجمت فأنا أربكتهم، أربكت حساباتهم. اتنين، المدافعين ما تهاجم المدافع بيرتبك، فهو واخد مليون تعليمة إن ما يخشش فينا جون. فمجرد ما يبقى يحصل بقى يعني هجوم وكروسات وكلام من ده، لا هيحصل فيه ارتباكات وهيحصل فيه مساخر، وهيبقى عندك انت فرصه لان انت اعصابك اهدى وانت متقدم، يعني ان انت تجيب جون. جبت جون خلص الجيم هناك، حتى لو جبته في اول 5 دقائق. اليو بادجي يبتدي؟ ايه؟ اليو بادجي. انا رايي يبتدي. يبتدي طبعا المباراه. ما فيش شك، وكان غلط ان هو مأخره، يعني غلط، يعني غلط ان هو أخره يمكن عشان الضغط اللي عليه، لان ضايع ضربه الجزاء في ماتش بيني الزمالك. فايلر يتحمق؟ ايه؟ يتحمق كده ويقف، عايزه يتحمق كده ويقف طبعا، ولا عايزه طبعا، ولا عشان ايه؟ دي رساله اصلا، خلي بالك بتنتقل بالعدوى، يعني كل الحاجات النفسيه دي او كل الاشارات النفسيه دي بتنتقل بالعدوى فعلا، ممكن تخلي فريقك يعني يبقى زي الجمره، وممكن ينزل هادي، وده اللي بيعمله، ده شغل المدربين، ده يعني ده سلوك بينتقل بالعدوى، وده علميا سليم يعني. اتمنى ان يكون ده اللي في ذهن فايلر، انه ينزل يهاجم من اول دقيقه، فانا برعبهم وبلخبط حساباتهم، وهيبقى في ذهنه ان انا خلاص كسبان اتنين فهدافع وكلام من ده، فيحصل ضغط. الفريق اللي بيدافع ما بيكسبش، بيخسر. والهجوم خير وسيله للدفاع، والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. لذلك اتمنى ان هو يغامر وينزل من اول الجيم مهاجم، ده سيناريو الماتش. وبعدين بعد جبت جون اهدي بقى بعد كده وامتص والعب لعبي وهدي الايقاع، يعني هم هيبقوا متحمسين قدر الامكان هدي الايقاع. اللي يعرف يهدي الايقاع برضه يعني قفشه
بس درجة تركيزه احنا ما نعرفهاش، يعني اهليته للماتش ده او جاهزيته الذهنية مش الفنية الماتش ده، هل هو جاهز ولا لا؟ اتمنى انه يكون جاهز.